بسمة للأسف. النهار اللي فات بسمة من البرنامج كان شوك على الكل وأكثر شيء علي. بسمة! بفتكر الصرخة دي بفرح وحياة ربنا يعني. كانت طالعة من قلبه بطريقة مش طبيعية. هوبا بقينا أصحاب، هي الموضوع دي كده. مين حبيبي أنا؟ يا الله بسمة. أول ما شفتها لبسمة وحياة أمي لو قال عني الرغاير هطلع عينه. عفوا ليش ساكتة؟ حاطين لك كاتم صوت؟ قلت إنه رح تطوشني من أول نهار بالبرنامج. إحنا أصلاً إحنا فعلاً فريق اللي كنا بنسقف له كله. اثنيناتنا صريحين وما بنخبي شيء. اللي بيجي في دماغنا بنقوله على طول. ما فاتوا على المسابقة يا حلا. يا هلا. وقت حدا يحكي عني بالعاطل دافع عني. رد عليهم وقول لهم عشان نمر المواهب كسبت. صباح الفل. صباح الخير. عن جد هي صديقة إلي. ومخلصة أهم شيء. كلمة بحبك مش سهل. أول ما قالوا لي فادي كليب بتاعه أنا جاية من غير ما أفكر. ما بدي تربحيني زميلة إنه مثلتي معي فعم برد لك إياها. لا بس طلعت ممثل شاطر برافو عليك. فادي شخص نظيف بيحب الخير لغيره. كثير صعب إنه الإنسان يلاقي صديق وفي بهالأيام، مشان هيك أنا كثير محظوظ ببسمة. يا نمر البوليفار أتمنى تدوم صداقتنا على طول وهنفضل مع بعض على طول أنا واثقة. هي أحلى حاجة كسبتها في البرنامج وفي الدنيا.